طب هنروح بقى للاعبة مرات. مرات كلاعبة من وجهة نظرك طبعا، بغض النظر بقى عن الإدارة هنا، بتشوفي ان انت محتاجة قد ايه معسكرات تجهيز لأي بطولة او قبل اي بطولة يعني؟ انا بشوف اللي هو على حسب البطوله، بس كل البطولات اقل حاجه لازم تبقى شهر او شهر ونص. يعني طبعا لو بطوله عالم او كده لازم تبقى شهرين، تمارين مكثفه. طبعا بنكثف اكتر بقى في اخر شهر او اخر اسبوعين. يعني بشوف ان كله لازم يبقى تكثيف على طول. وده يعني بيتم فعلا؟ بيتم، يعني حتى مع المنتخب المصري بننزل 3 تمارينات في الاسبوع مع المدرب الشخصي كابتن محمود عبد الحميد، كل يوم تمارين صبح وليل. يعني كله بيتم الحمد لله. كويس جميل. جدا. طب مرات، يعني اكيد زي ما في ناس عارفين تفاصيل رياضه المواي تاي، ممكن تبقى ناس بتسمع عن الرياضه دي للمره الاولى في حياتها، صحيح. فعرفينا كده الرياضه دي عباره عن ايه؟ هل ليها انواع مختلفه؟ المنافسات فيها ليها انواع مختلفه؟ هي الرياضه اللي هي الملاكمه التايلانديه، هي من اسمها اللي هي 8 اسلحه عشان فيها ايد ورجل وكوع وركبه. احنا بنكون بنلعب على الحلبه، بتكون حوالي 3 جولات في 3 دقائق، بنستخدم فيهم كل ادواتنا اللي احنا نقدر نضربها، اللي هي سواء ايد او كوع او ركبه. الحلبه بتاعتها زي اللي هي بتاعت الام ام اي برضه؟ لا، حلبه البوكس العاديه خالص. ملاكمه يعني زي حلبه الملاكمه. اوكي. بس بتكون بقى 3 جولات في 3 دقائق، على كل واحد على حسب ميزانه وسنه وحسب يعني كل البلد وكده. بس انت يا مستر كريم دايما عندك معلومات جباره، حتى في الام ام اي عارف الحلبه المسمى. احنا كابطال رياضات قتاليه. طبعا طبيعتك. انا هتقول لي امال انا كنت بحضر له كل البطولات، امال كريم مش فاهم؟ لا لا بس دي حقيقه. بص هقول لك، انا ناقص اقول له لعبت يقول لي لعبت ام ام اي كمان. انت عارف ان عندنا بطوله ام ام اي ان شاء الله برضو قريب، عندنا بطوله الجمهوريه الشهر الجاي مفتوحه والرسميه. الام ام اي دي من اختصاصات الاتحاد المصري ان شاء الله الحمد لله للمواي تاي، ان هو مختص بلعبه المواي تاي والام ام اي. وعندنا استحقاق دولي بطوله العالم للناشئين في اليونان ان شاء الله. هو التغطيه بقى، بمناسبه انت بتتكلم عن بطولات مختلفه، بتشوف التغطيه الاعلاميه تحديدا والصحفيه فعلا فيها مشكله ولا هي معموله بشكل كافي؟ خلينا نكون صراحة، لأن هقول لك على حاجة، أنا وكريم إحنا استضفنا فقرات عديدة قبل كده في السابق للمواي تاي، بس برضو بحس إن هو مش واخد الحق، هذه الرياضة تحديدا مش واخد حقها إعلاميا بشكل كبير. يعني لو نزلت فعلا الشارع زي ما أنت بتقول ممكن ناس تسمع عنها للمرة الأولى. فده هل ده تقصير من الإعلام ولا ده تقصير من الاتحاد ولا ده تقصير من مين؟ كنت من كذا سنة وإحنا لسه قبل، يعني قبل سنوات، من إشهار الاتحاد بقول له، بنقول ان الالعاب الفنون القتاليه بشكل كبير صدقوني يمكن في نفس جماهيريه كره القدم. هقول لحضرتك ان مفيش شارع في مصر، مفيش مكان في جيم فيه اوضه بتمارس فيه الفنون القتاليه. الفنون القتاليه ما بتكلمش بس عن رياضه المواي تاي، لان المواي تاي هي جزء من الفنون القتاليه، بس بكلمك عن الفنون القتاليه بشكل عام، ملاكمه وتايكوندو، كل الالعاب دي كلها في 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 مربع واحد. ما بتمارسش الرياضه دي، فبالتالي احنا عاملين قطاع كبير جدا. وبالذات حضرتك، انا لسه كنا بنقول ان رياضات المواي تاي ورياضات الام ام اي هي لما في في في, في طليعه السوشيال ميديا بشكل كبير، لان ناحيه الدراما الدراما بتاعتها، لانها رياضه قويه، فالدراما الاكشن بتاعتها عاليه. فبتلاقي الناس دايما متابعه. انت عندنا ضربه اسمها اللي هي ضربه النوك اوت، اللي هي الضربه اللي الواحد بياخدها مثلا بيتعدى عليه او بيحس، وبتلاقيه من بعدها قام عشان يكمل ماتش ويلعب. دي من بتبقى عاجزه سبيريت عالي، عايزه روح قتاليه عاليه. فعشان كده الالعاب دي دايما فيها الروح دي. طب الحديث بقى عن الروح القتاليه العاليه، ميرات ايه اللي شدك في مواي تاي؟ يعني ليه انت قلتي عملتي او مارستي كذا رياضه وبعدين رسيتي عن مواي تاي، ايه اللي شدك تحديدا فيها؟ يعني حسيت ان هو مختلف، يعني جديد، يعني قادره ان انا مثلا اعبر عن نفسي فيه، قادره ان انا اتحرك فيه براحتي، قادره ان انا يعني امارس فيه اللي انا يعني imaginations، اقدر اتحرك يعني اعمل فيه كذا حاجه. يعني لقيت نفسي لقيت فيه سبيس كتير قوي اقدر اعمل فيه اللي انا حباه. هي فنون قتاليه كنوع من الاستعراض الفني ولا هي فنون قتاليه بجد يعني؟ لا بجد طبعا. فيها لان في نسال كريم بقى في كريم انا احكي لك بقول لك نسال كريم. ده قتاليه جدا وعنيفه جدا قوي، لان في انواع مختلفه. اتفضل. هقول لحضرتك حديث لميريت حاجه، ليه البنات بتحب المواي تاي؟ لان المواي تاي السيلف ديفنس بتاعها سهل. سهل. يعني البنت بتمتلك فيه جراءة. ليه؟ لأن بتستخدم الكوع
وضربات الكوع والركبه ضربات مش محتاجه باور عالي، هي محتاجه سبير بس. أوه. ان يبقى انت عندك سريع. ازاي ازاي بيسموها الغزه، ازاي تعمل ضربه زي الديجر كده، تغز غزه الديجر. فمجرد انك انت اتعرضت في البونز لاي بتبقى غريبه كمان في الشارع على اي حد، انك انت تواجهه بالبونز او تواجهه بالشن او تواجهه بالركبه.